إيش قال؟ قال لك مبروك المكتوب جايك وجايك راجل عسلة. يا وخي راني معارسة. أسبوعي البسيط وحبيبته عزة، سليمان الطبيب وجنات العرافة والحمات فضيلة وكنتها زينب، كلها شخصيات أحببناها ودخلت البيوت دون استئذان وبقيت هناك. سنتحدث عن ظاهرة شوف لحل التي وحدت التونسيين، وسنخبركم لماذا الطفل يحفظ شخصيات المسلسل قبل اسمه، ولماذا هناك من لا يحل له النوم أو حتى الأكل إلا عند مشاهدة شوف لحل. لماذا لا نزال نتابع شوف لحل؟ أدعمنا بالاشتراك في القناة واضغط على زر الإعجاب وشاهد الفيديو حتى النهاية لتعرف السبب. أبرز أسباب نجاح شوف لحل هي كوميديا الموقف التي تعتبر أصعب أنواع الأضحاك، لكنها تستفز ذكاء المشاهد وتضحكه في نفس الوقت. فباستثناء الأسبوع الذي تبدو شخصيته ساذجة أكثر من المألوف، فأن بقية شخصيات المسلسل تمكنت من إضحاك المتفرجين دون الحاجة إلى ارتداء ملابس غريبة أو التكلم بلهجة مصطنعة ركيكة ودون اللجوء إلى الإيحاءات والبذاءة لجذب المشاهدين. سواء كنت شابا أو مراهقا أو كهلا، إذ أنه لم يمر 12 سنة على آخر موسم من شوف لحل، إلا أن ما حصل في هذه السنوات 12 تغيرت فيها الدنيا بشكل سريع من حيث التطورات التكنولوجية التي غيرت نمط عيشنا، وكذلك من حيث التطورات السياسية التي حصلت في تونس. فصار شوف لحل الذي عرض بين سنوات 2005 و2009 يذكرنا بتلك الفترة التي تخلو من الهواتف الذكية والتواصل الاجتماعي وغيرها من التغيرات. تتمحور الشخصيات حول عائلة سليمان الأبيض، وهي عائلة عادية من الطبقة الوسطى، حيث يواجه الأب المصاريف والفواتير ويسعى لتخفيض مصاريف الأسرة، وحكاية الحمات والكنة التي لا تنتهي وجنات القديدة والباجي نسناس، كلها صفات من الشارع والبيت التونسي، فنشعر كأننا أحد جيران شخصيات المسلسل. فقد تفرغت الوطنية الثانية منذ 12 سنة لعرض مسلسل شوف لحل في وقت الذروة على مدار السنة، زادت من شهرة شوف لحل، لأنك بمجرد تغييرك للقنوات التونسية ستمر على الوطنية الثانية، والأكيد أنه في مرة من المرات كان شوف لحل أفضل الخيارات المتاحة. لم يتمكن أي سيت كوم أو مسلسل كوميدي من منافسة شوف لحل، سواء القديمة التي لا تحظى بالمتابعة لضعف جودة الصوت والصورة، أو الحديثة نسبيا التي تعول على الملابس المزركشة واللهجة الريفية للإضحاك. هذه الفئة تحوز على نسب مشاهدة عالية خلال رمضان، لكنها تنسى بسرعة. وصلنا إلى آخر الفيديو، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيه حتى يصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.